وللحديث عن آخر التطورات في بورصة البحرين ينضم إلينا من المنامة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين. أهلا بك معنا في الجلسة الأولى. بداية أولا نهنئك بحلول شهر رمضان المبارك، ولو تخبرنا عن التطورات التشريعية والاستراتيجية المتبعة من بورصة البحرين لاستقطاب المستثمرين الجدد. اولا ارحب فيك باختي نور، انا متابع لبرنامجكم المميز وشكرا على دعوتي، ونبارك لكم بالشهر الفضيل ان شاء الله يعيدها علينا وعليكم باليمن والبركات. بالنسبه للخطط يعني هو سؤال عام بحاول اختصره، انا ما ادري كم عندي وقت، لكن احنا الخطط كانت موجهه للمستثمرين من جهه وللشركات من جهه اخرى. من المستثمرين او في ناحيه المستثمرين ركزنا على سهولة الدخول للسوق من ناحية إطلاق مشروع بحرين تريد اللي يتيح لجميع عملاء البنوك في الدخول لسوق بورصة البحرين، وأيضا سهولة الحصول على الأرباح النقدية والمتابعة الفورية للبروفايل أو الحساب الاستثماري للمستثمر. ومن ناحية الشركات المدرجة عملنا معاهم، أعدنا في إعادة التطبيق المعيار العالمي للقطاعات GICS، بحيث أن احنا نواكب عالميا القطاعات ويكون في إمكانية المقارنة بين الشركات والقطاعات اللي في البحرين بالدول الأخرى. طيب ومن بعد تفضل. لا تفضل تفضل. ايضا يعني الـ كان عندنا اهتمام كبير في الاي اس جي او الافصاح البيئي والاجتماعي والحوكمه، لان في الاعوام الاخيره زاد الاهتمام من جانب المستثمرين المؤسسين العالميين في هذا الجانب، وطرحنا في ذلك دليل تقارير استدامه يستخدمونها الشركات وجبنا تجاوب ايجابي. نعم. يبين يعني مراعاة للقضايا الاستدامة. طيب. والبيئية والاجتماعية. طيب شيخ خليفة، لو تخبرنا قليلا عن التعاون بين بورصة البحرين والسوق المالية السعودية، تداول على صعيد الإدراجات المزدوجة بين البورصتين. هو تعاون دائم ويتطور من عام إلى آخر، وفي آخر كم من شهر وجود المجلس التنسيقي السعودي البحريني برئاسة أولياء العهود للمملكتين راح يساهم بشكل فعال في تطوير هذه العلاقة، حيث أن يعني واحدة من البنود راح تكون التعاون بين أسواق المال، وراح يكون هناك أخبار في هذا العام وليس العوام القادمة إن شاء الله، في هذا العام في أخبار نقلة نوعية تكون إن شاء الله بالتعاون إن شاء الله، ويعني يكون لنا حديث ربما عند تمرير هذه التغييرات. ماذا عن الطروحات الجديدة المرتقبة في بورصة البحرين هذا العام؟ هل تتوقعون طروحات عدة هذا العام؟ ماذا لديك من أرقام؟ هو صعب الأرقام موجودة، لكن لا ننسى جائحة كورونا وتبعاتها على الأسواق. في بعض الشركات ترى أن ليس من المناسب طرح أسهمها الآن، لكن في بعض الشركات تراه الوقت المناسب. عندنا طيب في حالياً شركتين، طيب في أي واحدة يعني تعمل فيه. أي نعم. في قطاع اللوجستكس، في قطاع اللوجستكس شركة إن شاء الله راح تطرح هذا العام، وشركة أخرى في القطاع النفطي إن شاء الله. إن شاء الله. طيب يعني فقط القطاعات، لم يعني من غير الممكن الحديث أكثر عن هذه الشركات. أتمنى، لكن يعني إحنا طيب. بعد نمشي على القوانين، إنه ما نقدر نعلم. طيب. عن إلا يعني لما نستلم بشكل رسمي. طبعا طبعا ونحترم ذلك. طيب ماذا عن نية بورصة البحرين لأن تصبح مدرجة ضمن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة؟ هو هذا السؤال ينطرح دائما في كل عام. احنا نعمل مع مؤسسه MSCI وفتسي الى
يكون في تطور للبورصة ويكون موجودة في الإمرجنج ماركت. لكن هدفنا الرئيسي أيضا هو تنويع عدد المستثمرين. لا ننسى بورصة البحرين هي يمكن عكس البورصات الأخرى في المنطقة يسودها المستثمرين المؤسسين، أو نسبة كبيرة من المتداولين من المستثمرين المؤسسين. فحنا نحاول ننوع، يكون عندنا أكتيف ريتيل إنفستر اللي هو يعني متداول بشكل نشط. نشط ريتيل، بعد يكون عندنا أفراد. فهذا التنوع مهم عندنا أكثر من الوصول إلى الإمرجنج ماركت. وهذا لا يعني إن إحنا ما نعمل عليه. تصنيف القطاعات هذه واحدة من المتطلبات الكواليتيتيف من جانب الفتسي والإم سي آي، وقمنا فيها. وفي جوانب أخرى من ناحية الباست تريد اللي هي ما بعد عمليات التداول، عملنا على تطويرها أيضا للوصول للمعايير المطلوبة، ونعمل على ذلك. لكن ما هو رأس بالحديث عن المعايير الشيخ خليفة، لضيق الوقت سنختصر، ولكن ما هي يعني خططكم من أجل تطبيق المعيار العالمي للقطاعات في تصنيف الشركات المدرجة؟ عفوا، إذا في القطاعات احنا طبقنا المعايير في البورصة، يعني ما في خطوات لها، لكن في خطوات اللي تتعلق، يمكن قصدك اختي نور، في قواعد الادراج. نعم. احنا اعتمدنا قواعد ادراج جديدة. اي نعم، اعتمدنا قواعد ادراج جديدة اللي فيها تضمن حقوق المستثمرين بشكل افضل، منها للاجراءات الجديدة للشركات المحققة خسائر متراكمة، يعني اللي يكون نسبتها 20% او اكثر. وعندنا إطار زمني محدد للشركات لبيع وشراء الأسهم وتوزيع الأرباح أيضا. في جوانب تشغيلية من ناحية المنصات أو المنصة لزيادة السيولة في السوق بحكم ربطنا مع البنوك المحلية، وإن شاء الله بعد إن نعمل على أن يكون بنوك إقليمية داخلة معنا. الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، نحن نشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا اليوم.